طيب دكتور، احنا نقول اهلا بك عندنا، ولا حضرتك ترحب فينا بما انه احنا ضيوفك الان في بيتك؟ الله يجزيك الخير، أهلا ومرحبا بك طبعا الله يسلمك. وبكل متابعي ومشاهدي قناة السبيل وبك شخصيا أستاذ أحمد. الله يجزيكم الخير وشكرا على الاستضافة، الله يجزيكم الخير واتمنى يا ان شاء رب. الله الحوار يكون مفيد وقدر الاستطاعة نضغطه نعم ونكثف فيه المعلومات، وقد ما بنقدر احنا نكسب من خبرتك وتجربتك في مجال استشارات واطلاعك على مشاكل الأسرة ومشاكل التربية في المجتمع. احنا نيتنا ان شاء الله انه نعمل حلقتين ونحكي فيهم، في الحلقه الاولى عن المشكلات تحديدا. بما ان حضرتك الان 5 سنوات في كندا، مطلع بشكل مفصل وتجريبي وعملي واستشاري على مشاكل الاسره، وتاتيك بشكل يومي تقريبا مشاكل كثيره. هذا غير عملك في الدعوه اصلا، وعملك ايضا في يعني قياده المجتمع دينيا وروحيا كما تسمى. وان شاء الله الحلقه الاخرى حنخصصها لطرح الحلول. فنبدا اولا بتعريف الجمهور على حضرتك. دكتور أمجد قرشة من هو؟ الله يجزيك الخير. عفوا، قبل ما تبدأ، أكيد أنا عارف الجمهور معظمه بيعرف حضرتك، بس احنا حنركز على الأمور اللي يعني نعرف من خلالها ليش الدكتور أمجد قرشة هو في رأيي خير من يتكلم على هذا الموضوع، خصوصا في كندا. الله يجزيك الخير. أنا صحيح إلي أكثر من إنجاز التعبير صفة، إنجاز تعبير صفتي الأبرز والأشهر إني أنا دكتور أكاديمي، مدرس جامعي، بكالوريوس أصول دين، ماجستير تفسير، دكتوراه مقارنة أديان. بخط موازي أنا مهتم جدا بموضوع الشباب في حياتي، ومهتم جدا جدا في موضوع الإصلاح الأسري من حوالي 40 سنة. ما شاء الله، خط موازي يعني، بمعنى طبعا من هذا 40 سنة بس انت كبرت حالك شوي. لا هو هو بالمعنى الحقيقي 40 سنة. نعم نعم، يعني هذا حتى قبل ما تكون أكاديمي كان عندك قبل، هذا الاهتمام الشخصي. نعم أنا من بداية تديني وأنا عمري 16 سنة كنت أستشار في المشاكل الأسرية، ما شاء الله، بداية تديني عائليا سنة يعني. المراهقة يعني. نعم، فدخلت بموضوع مبكر قبل حتى الدخول في العالم الأكاديمي، يعني أنا موضوع دخولي في موضوع الاستشارات الخلافات الزوجية والأسرية ابتدأ قبل ما أدخل في العالم الأكاديمي أقدم. يعني عالم الأكاديمي بالمعنى الحرفي 36 35 سنة، عالم دخول حل المشاكل 40 سنة. ما شاء الله، يعني لعله كان الأهم هو يعني اختصاصك الأساسي ربما كان في طبعا أنا مجال كنت الاستشارات. أدعمه دائما، إنه أنا لما دخلت في العالم الأكاديمي دراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والسفر والعيش في عدة دول في العالم، كنت طبعا المجال الأكاديمي العلمي بالتخصيص أنا أصول دين وتفسير قرآن ثم أديان ثم عقائد، فبالتالي كان يعطيني الدراسة العلمية الأكاديمية قوة هائلة في الدخول على عالم حل المشاكل من منظور إسلامي، لا من منظور غربي ولا من منظور علماني ولا من منظور تنمية بشرية، كل هذا الكلام لا، من منظور إسلامي بحت، وكان ربنا يفتح علي فعلا. وطبعا اوكي انا مش متخصص بالمعنى الاستشاري، انا معيش شهاده استشاره اسريه، لكن بمارس العمل من منطلق علوم شرعيه واصول فقه وفكر اسلامي ومقاصد شريعه من 40 سنه جميل. بالتجربه العمليه يعني. جميل. فهذا طبعا قدر الله سبحانه وتعالى اني انا الان في اجازه تفرغ علمي طويله المدى من الجامعه الاردنيه، موجود في كندا الي 5. طبعا انا درست 6 سنوات في بريطانيا الدكتوراه، وعشت سنه في امريكا، وعشت اقل من سنه حوالي 6 اشهر في تركيا، وعشت حوالي 6 اشهر في روسيا، هذا كاطلاع على العيش، لكن زرت 30 دوله في العالم ب 300 مدينه، ودرست في 12 دوله. ما شاء الله. فهذا طبعا كان ابرز، واحد بيسالني ايش ابرز الاشياء لما تلف العالم تعطي محاضرات، المشاكل الاسريه الناس بيسالوني عنها، يعني بروح بحكي مثلا عن قضايا فكريه وعقديه وتنظير على مستوى الامه، كل الاسئله على الواقع بتجيني على مشاكل اسريه. نعم. سواء التربويه او الزوجيه، هم هذول يا اما اباء امهات مع اولادهم يا اما ازواج وزوجات، هذول هم الابرز الملفين. لما جيت لكندا انا جئت هنا باعتباري مجاز في زي ما تحكي مركز اسلامي ومسجد، وطبعا ما بنحكي مركز اسلامي، عم نحكي على شيء متكامل زي مؤسسه. نعم، وهذا اللي قد لا أنا... يفهمه من هو يعيش يعني في لا. دول عربيه. صح، لما تحكي مركز اسلامي لا، هنا يكاد يكون يعني المسجد والمركز الاسلامي بيشبه المسجد ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنسوي فيه كل شيء، يعني بندرس وبنحاضر وبنحل مشاكل وبنعمل احتفالات ونستقبل السياسيين وبنعطي امور فكريه وبيجي الاعلام بيصورنا وبيناقشونا وبيحاورونا وبنستقبل وبنعمل العقيق وبنعمل الزفاف وبنعمل كتب الكتاب، كل شيء كل شيء. فبالتالي انا في هذا المركز عندي دور، عندي اكثر من دور، الدور الاكاديمي انا بحاضر وبدرس باللغه الانجليزيه غالبا، بخطب الجمعه وبعطي دروس بالتفسير وبالسيره وكذا، وبساعد جزئيا بشيء من الفتاوى البسيطه لاني لست متخصصا بالفقه، بستشير من هو أعلم مني، وعندي 50% من وقتي هو في الاستشارات الأسرية، وخاصة أني عايش في منطقة إحنا الآن هنا منطقة بسموها الجي تي اي Greater Toronto Area، اللي هي
هاي المنطقة أكبر تجمع للمسلمين في كندا وأكبر تجمع للعرب المسلمين في كندا على الإطلاق، أكبر كثافة يعني أنا حولي مش عشرات مئات الآلاف من العرب المسلمين الحمد لله. فبالتالي قدر الله وجدت في مكان إنه وزائد فضل الله خبرة حل المشاكل منطلق شرعها بحث، لأنه في ناس ممكن يسألوا ما منطلق من علم نفس غربي ولا فرويدي ولا منطلق من منطلق زي ما قلت تنمية بشرية ولا نظريات، منطلق منطلق شرعي بفهم النفس عبر النظرة القرآنية، بفهم النفس عبر التعامل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمهم هذا اللي خلاني الآن أدخل في مجال إنه أنا بعض الأحيان 70% من وقتي هي مشاكل أسرية وأبرزها خلافات الزوجية وليس التربوية، بطلع وبنزل، لكن هذا هيك مقدمة سريعة. نعم. ما الذي وضعني إني أنا مهتم بالملف، ممارسه كثير جدا، الآن يكاد يكون جزء أساسي أكثر من 50% من حياتي في كندا هو حل المشاكل الأسرية التربوية والخلافات الزوجية. هلا أنت يعني أضعت نقطة يعني ضروري أقف عندها، يعني حضرتك قلت لم تدرس علم النفس، أنا كنت بسمع بودكاست يعني قبل أيام هو من يدرس الطب النفسي هو يدرس الأمراض وهو يعالج أمراض تحديدا ولا يدرس كيف يحل المشاكل النفسية. فهو لما يجي مريض هو بيعرف بعدين كيف يعالجه، بس لازم بالأصل يكون مريض، فهو إما يشخصه كمريض ثم يحل مشكلته أو يعني يأتي إليه مشخصا ويقدم له الحلول اللي غالبا تكون طبية كيميائية وفي قد يكون تدخل سلوكي إليه لحل المشكلة، لكن لما يجيك حد مريض اكيد مو هذا تخصصك وحتحوله او تنصحه يروح لطبيب. طبعا هذا يعني لو واحد فرضا وصل لعندي وانا كان واضح امامي انه عنده وسواس قهري، نعم، بمعنى واضح من قضيه الشك اللي عنده والتوتر اللي عنده وبشك بكل شيء او من خلال الوصف اللي تيجي مثلا زوجته او بيجي مشان بقول له انا هنا نقطه، رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، لانه بعض الاحيان في تدخل دوائي في كيميكلز بدها تدخل في الجسم عشان يسيطر على الموضوع. انا اذا بدي اتفلسف الشغل اللي بشتغله بعلم النفس بيعرفوه بالعلاج المعرفي السلوكي، تمام، معرفي سلوكي، لكن ليس علاج أمراض، علاج لا لا مشاكل. لا, لا, لا طبعا علاج مشاكل بالضبط، والعلاج المشاكل من خبرة 40 سنة. أنا هذاك اليوم قعدت عملت على القلم ورقة تقدير، لأنه أنا إلي 40 سنة ب30 مدينة في 30 دولة، نعم، وبعض الأحيان عشرات في اليوم، بعض الأحيان أحد، بعض الأحيان أيام، ما عملت تقديرا عدد المشاكل اللي جلست واستمعت لها في حياتي بالعدد الحقيقي وليس المجازي، وربنا قدرني أدخل فيها فقدرتها ب 16,000 حالة ما شاء الله بالمعنى العدد الحقيقي. فبالتالي صار بعض الأحيان صار في تراكمات عندي، أنا ما عدتش بحتاج بعض الأحيان أعرف أقول والله نسبة كذا نسبة كذا، صار في أمامي عدد من كثرة التكرار صرت أعرف يعني أقدر أعطيه بالمشاكل الأسرية بحكي تخصيصا وللعرب المسلمين تخصيصا مش أكون هذا. فالآن المنطقة وين المنطلق؟ كثير من المشاكل بدون مبالغة 90-95% عبر ما يسمى بعلم النفس بالعلاج المعرفي السلوكي، اللي هو قائم على فكرة إني أنا أعطيه قناعات جديدة، يا إما أول إشي أعطيه داتا مش موجودة عنده أو أقنعه بقناعات جديدة هو ما بيعرفها، نعم، أو القناعة اللي عنده أغير له إياها أو أعمل تعديل فيها أو أنبهه إنه قناعتك أصلا خاطئة. هذا كله علاج معرفي سلوكي، يعني السلوك بتغير بعد معرفة جديدة، تمام، بس مشان المعرفة الجديدة تدخل بدك وسائل على رأس الإقناع والثقة، نعم، فلازم الشخص يكون جاي عندك واثق فيك مرتاح لك، وبعدين تستخدم أساليبك في التأثير المعرفي منطلق شرعي وتفهمه. طبعا قوة التأثير عنده سببها إنه عم نحكي قال الله قال الرسول، لما أقول له ربنا بيقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما تصرف مع مثلا على سبيل المثال أنس بن مالك لما عملت السلوك الفلاني وما أحرجه وبين قوسين ما بهدله وهو طفل وتصلف معاه كذا، هذا أعطيته مثلا كذا. أنا مش عمال بتفلسف من عندي بدي أقول له فرويد قال ودوركهايم قال وذلك واللي وقت استنتجوا في جامعة هارفارد، لا 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 كان فاضي هذا كله بالنسبة لي. أنا بقول له حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي ربنا وجهه رباه عمل هيك، فبالتالي هذه المنطق في التربية على سبيل المثال. أو لما يجي يقول لي أنا منزعج من زوجتي أو يجي يقول لي على سبيل المثال أنا حاسس وتقول لي أنا شاعرة وزوجي بدنا نتطلق بدنا تساعدنا كيف نطلع بطريقة سليمة وما نعمل مشاكل وكذا إلى آخره، طب ليش المشكلة؟ إيه طب هاي المشكلة في معاييرنا المنطق المرجعية تبعتنا شغلة سخيفة، نعم. أنت على أي منطق؟ فباجي ورجع الزوج والزوجة عندي للنقطة المرجعية تبعتنا بكتشف مثلا مرجعيتهم دون أن ينتبهوا علمانية ليبرالية، بفهمهم شو يعني مرجعية إسلامية. مرجعية إسلامية means جزء من معادلتك ليس الأصل في الحياة في العلاقة الزوجية فقط المتعة الجنسية، هي جزء من كل، في إشي اسمه استخلاف في الأرض، في إشي اسمه عمارة أرض،
في إشي اسمه ذرية تدعو لك، في إشي اسمه فرض كفاية، في إشي بحط لهم هاي مفاهيم كلياتها، وعليك دور، والقصة بتتكمل بعد الموت في عالم البرزخ، ثم في الآخر، ثم في الحساب، ثم في الجنة. هلأ هاي المعلومة على بساطتها إلي وإلك أنا، في ناس صدق لا تؤمن لأول مرة بحياتهم حدا بعملهم انتبه أنت مدرك أنك جزء من هاي المعادلة، بس لأن ولدت عمر ما حدا ناقشني بهذا الموضوع. هاي على بساطتها للأسف بجلسة 40 دقيقة لساعة تعمل صدمة، بطلع اثنين من عندي مصدومين انه طب عمرنا ما فكرنا هيك، طب انتم متزوجين من امتى، على اساس اخذتوا بعض، والله بنت خالتي او عجبتني في الجامعة وكذا، طب شو اساسات اللي بنيته، والله العيلتين قالوا ما شاء الله عليكم وتوكلنا على الله، مئات الحالات. فانا بعض الاحيان حلي بكون اني ارجعهم لنقطة المرجعية واللي بيتبعها. تمام. تحت النقطة المرجعية قال الله قال الرسول، بقول لهم في حقوق وفي واجبات، شئت أم أبيت أنت بدك تصرف مثلا على سبيل المثال، ليش عم تلزمها تشتغل؟ في المقابل الله ينصر دينك يا دكتور، شكرا فهمه، قلت له ممتاز، بس في المقابل في عليك حق القوامة. تمام. لما يقول لك لا تدخل فلان ببيتك أو لا تدخلي بيت فلان بدك تسمعي كلامه وتؤثم إذا ما سمعته، لا يا دكتور ولا شو أنت بدك تاخذي اللي يصرف عليك ويحرث وما بدك، ما هو هاي النقطة المرجعية لك وعليك ولك وعليك حقوق وواجبات بعدل. هذا المفاهيم اللي هي شرعية، أنا بحكي شو حكيت، أنا حكيت فقه وأصول فقه مبني على القرآن والسنة، بس بأسلوب مبسط مع أمثلة الناس الواقعين نتيجة المعايشة والإقناع بالأساليب الشخصية. هذا الكلام مع أنه أنا ما عم بجيب ما عم بخترع ذرة معيته، بس هي زي ما تقول الوصف إنجاز التعبير، الشغل اللي بشتغله إلى حد ما يشبه عمل الصيدلاني الماهر. هلأ الدواء موجود والدكتور بيقول هذا بيحتاج الدواء، لكن الصيدلاني شو مهمته؟ طب الدواء بعض الأحيان في منه عشرات الأصناف وفيه تفصيلات جوا الدواء، وين ليش بدرس 5 سنين صيدلة وبمارس الموضوع؟ زي مثال بحكي للناس بقول لهم الأسبرين على سبيل المثال يستخدم كمميع للدم، معروف على مستوى العالم وأرخص أنواعه وثمنه رخيص جدا جدا، واللي عنده مشكلة خايف من جلطة لا سمح الله وعنده سكري الأسبرين حبة إلى آخره ممتاز. تعرضت مرة تجربة مع والدي الله يرحمه، فإجا دكتور بده يعطيه مميع، قال لازم تعطيه بفرين، هيك حافظ أسماء أنا ما لي علاقة بالصيدلة بس بتذكر شو البفرين. كان مثلا الأسبرين فرضا العشر حبات فرضا حقهم نصف دينار يعني دولار أو دولار كندي، بينما البفرين حقه مثلا 10 دولارات يعني بتعطيك 10 أضعاف. طب اثنين مميع ليش؟ قال لي لا هذا مميع بس لأنه والدك عنده قرحة والمميع كتير بيأثر على هذا الموضوع، فالبفرين هو مميع لكن معاه مادة زائدة بيعمل حماية للمعدة بالتقرح وبيحل لنا الإشكالية اللي بدنا إياها بعدين. طب من وين هذا الخبير الصيدلاني أو الطبيب انتبه؟ من ضمن الأسئلة مش أعطى مميع، لا انتبه إنه هذا اللي بده ياخذ مميع في عنده قرحة. تمام. عرفت على كيف؟ هاي الأمور تقريبا يعني خلينا نحكي بهذا المنطق بشتغل. نعم. هو في يعني أعراض جانبية، نعم، إنه يشوف الأعراض الجانبية في المقابل والتدخل الدوائي في أمور أخرى وكذا فيعطي الحل. كمان أثرتها يعني بدي أفعدها على السريع ونرجع، إنه لما قلت إنه أنت لم تدرس نظريات فرويد وكذا، مهم نحكي يعني إنه نظريات فرويد نفسها الآن تعتبر علم زائف بعضها وليس كلها يعني. نعم. لأنه هذه نظريات وليست علم تجريبي بشكل كامل كل ما فيها. طبعاً. في محاولة تفسير النفس البشرية كيف تعمل. exactly. محاولة، وشوف قديش كان العلوم العامة البشرية يوم ما حكى هذا الكلام، غير عن معرفتنا بالأيديولوجية تبعته، غير عن معرفتنا بسياقاته وأمراضه هو النفسية، هو صحيح. هو طفولته وأيديولوجيته طبعا يعني. فهذا إذا حطيتها بس يعني بالمنظار العلمي بتحط 60 علامة استفهام. صحيح. يعني بدك توديها على محكمة بالمعنى الأكاديمي بتطلع برا المعادلة، فتخيل ناس قائمين دول مقيمة حياتهم على هذا الأساس أو جامعات مثلا. صحيح. طبعا هذا جبته عرضا يعني انا، لانه بعض الناس بيقولوا طب انت على اساس بتعالج؟ بتعالج على اساس فهمي لطبيعه النفس البشريه اللي بستمدها من فهمي لسلوك النبي صلى الله عليه وسلم والايات القرانيه. لما ربنا يقول ان تنصروا الله ينصركم، لما ربنا يقول مثلا لا يغير الله، ان الله لا يغير ما حتى يغير ما بانفسهم، نص ربنا عم بحكي اللي صممني وصممه خلقني وخلقك، معناته باي ديفولت بفهم عن النفس البشريه في شيء اسمه قرار من الداخل، اذا بتغير من جوا ربنا بغير، معناتك عندك القدره على التغيير. أنا عم بعطي أمثلة شو قصدي في الموضوع. طبعا بدك تجيب عشرات الآيات تنصدم من الدلالات الموجودة تحتها. مثلا أعطيك مثال على بعض الأشياء اللي له علاقة بما يسمى علم النفس. مثال، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أي نقرأ عادي نأخذها.
هلا بتيجي تطلع على بعض نظريات علم النفس وعلم النفس السيكولوجيا الجماهير وإلى آخره، بتكتشف إنه الآية القرآنية اللي بدرسها عم تحكي عن إشي عميق جدا في علم سيكولوجيا الجماهير. صحيح. اللي هو ربنا عم بتحداهم، بيقول لهم ربنا عم بوعظهم، بيقول لهم أنتم مشان تفكروا بحقيقة محمد صلى الله عليه وسلم اللي عم بتكذبوه وعم بتوجهوا لحظة لتفكيره وإحساس وشعور، قال إيش؟ أن تتفكروا ما بصاحبكم تقوم لله مثنى وفرادة. نعم. قال إذا بدك تأخذ الصافي، بدك تحكم على محمد، كونوا يا اثنين فقط، أنت وصديقك فقط أو أنت لحالك، يعني وقف قبل الثلاثة حتى ما تأثر بالجموع، لأنه ونس ثلاثة وطالع صار في تأثير العقل الجمعي. صح. وعليها تجارب بلاوي إشي مرعب. جوستاف لوبو من القرن التاسع عشر يعني. طبعا بتكون قاعد وعملوا تجارب بالأطباء وعملوا تجارب، يعني عملوا أفلام مقالب في الناس يشوف ردة فعلهم الطبيعية. طبعا عشان ما أخذ الوقت، إشي مذهل. نظرية القطيع كما تسمى. طبعا نظرية القطيع كيف بيحرقوا على فكرة، وهي نظرية نفسها بناء عليها الأنظمة القمعية في كل العالم تحكم. تتحكم في المظاهرات بحيث تثير، تبعث واحد شو بسموه مخترق يوجه المظاهرة السلمية كلها للتكسير أو العكس. نعم. واحد بيروح يكسر كل مظاهرة تمشي وراه. صحيح. فالقرآن عظكم تقوم مثنى وفرادة ثم تتفكروا. التفكر أنت وصديق القريب، هذا لا ولا تعتقد والله فعلا، طب يا أخي كيف نحكي عنه هيك؟ طب أنت عارف بفهم أكثر منهم منك وأخلاقه أعلى منهم منك، طب ليش نحكي عنه؟ والله أنا عارف، لكن أول جاء ثالث أول ما واحد حكى خلاص بحس هذولك التنين بيمشي معهم. نعم. هذا علم نفس على فكرة، صميم علم النفس. مثلا أنا بيش بستفيد من هاي الآية؟ مثلا لما أجي مثلا على سبيل المثال جايين لعندي، باجي من خلال أنا بسأل حوالي 60 إلى 70 سؤال، بسأل لأمامي إمتى تزوجتوا؟ أخذتوا بعض عن حب ولا لا؟ بالخبرة ماشي؟ تعرفوا ما بتعرفها؟ شو الطريقة؟ إيش اتفقتوا؟ شو نظريتك كان؟ كيف التزامكم؟ بس بشكل تصور استبيان كامل يعني. طبعا. طب ليش؟ مشان اعرف انه لاي درجه الجمهور المحيط حواليهم اللي هم العائله الممتده بتاثر على قراراتهم ولا لا، لاي درجه في شخصيه واحد فيهم اثنين ضعيف لدرجه يمشي على الريموت ولا لا. نعم. اللي هو سيكولوجيا الجماهير، تاثير علم النفس الجمعي، بتكون جزء من حلي اني افهمه. انت ما بيصيرش تدخل كل اخوانك واخواتك كل ما زوجتك عطست وقالت لك هات شو فتستاذن اقولها يرحمكم الله ولا لا؟ مزبطش مثلا. طب هذا عم بحكي علم نفس، انا عم بفكره معك على اثر النظر بشكل علم، بس احنا عم نطلق كله منطلق هو انماط الشخصيات. يس. نعم. طبعا يدخل فيه، تفضلت. نعم. هذا موضوع ثاني كمان. طيب يا سيدي، ندخل على طول بموضوع المشاكل اللي احنا بنشوفها في المجتمع الكندي. هل بتشوفي خصوصيه لهذا المجتمع عن بقيه الغرب ثم عن بقيه المجتمعات العربيه والمسلمه؟ في اشتراك وفي خصوصيه. مشان احكي الاشتراك خصوصيه، خليني من باب بس المعلومه الاكاديميه، من باب الفائده للناس. لما نحكي غرب فإحنا بنحكي في الأغلب أوروبا، أمريكا الشمالية، هي الولايات المتحدة وكندا، فهذا الغرب عادة لما نقول. صحيح. أبرز ما أعرفه من معلومات عن تواجد المسلمين في الغرب بريطانيا فرنسا ثم أمريكا وكندا، هدول الأبرز اللي بنسمع لهم صوت ووجود وأثر وتفاعل وانفعال وضد مع في العالم كله لما تحكي مسلمين في الغرب. يعني البقية هامش، يعني جديد نسمع ألمانيا نتيجة الأحداث الجديدة. جديد نسمع السويد. السويد مين كنت تسمع عن الإسلام فيها؟ لكن من عشرات السنين بريطانيا وعشرات السنين فرنسا وعقود قليلة أمريكا، وجديد جدا جدا كندا. طب لا بدي أفصل مشان لما أحكي غرب مشان الناس تفهموني، بدي أحكي على كندا أنا الآن. بس مشان مثلا بريطانيا، أنا عشت بريطانيا 6 سنين، فمن ضمن الشغلات اللي اكتشفتها واستوعبتها غير عن قراءتي وعن دراستي إنه بريطانيا وفرنسا فيهم شيء مشترك، إنهم الوجود الإسلامي فيه أو شيء قديم نسبيا، إشي بعيد الحرب العالمية الثانية وإشي بين الحرب العالمية الثانية وإشي حتى قبل الحرب العالمية الأولى، إله علاقة بالاستعمار، لأنه فرنسا كانت مستعمرة عدة بلدان من ضمنها الجزائر وتونس وإلى آخره، فبالتالي كانت تأخذ عمالة سواء قصرا أو تشجيعا. وبريطانيا نفس الشيء، من الهند ل 3/4 الكرة الأرضية مستعمرتها. لكن كتير بهمني الناس تعرف إنه بعد الحرب العالمية الثانية بريطانيا تخصيصا، في معلومة كتير الناس بتنصدم وتعرفها، بريطانيا كانت تتوسل بالمعنى الحرفي، تتوسل. تعرف هتلر حرق نصف لندن. نعم. قبل ما يسقط الحلفاء، يعني بريطانيا وقت تشرشل كانت على وشك تستسلم وتنمحي كدولة، فدخلت أمريكا على الخط ونعرف القصة، حرب شو اسمه القبلة الذرية وإلى آخره، فوقفت على رجليها، فهي شبه مدمرة، اقتصادها مدمر، طالبها مدمر، لندن العاصمة نصفها محروق بالمعنى الحرفي.
فأنا قابلت ناس من الهند والباكستان بالجيل الثالث والرابع والخامس في بريطانيا، كانوا يقولون عن أجدادهم إنه بيقولوا لي بالإنجليزي they were begging us، كانوا يتوسلوا إلينا واستخدموا بالإنجليزي في حق لكم على المذر كونتري، الأم الكومنولث، المذر كونتري اللي هي الدولة الأم، ما بيصير تتخلوا عنها، لازم تيجوا تعيدوا بنائها وإحيائها، ترجونا نيجي نعيد. فبيقول لي الآن العنصريين في بريطانيا بيقولوا أنتوا ليش هنا في البلاد؟ بقولكم إحنا بنينا بلادكم، أنتوا ترجيتونا قبل 60 و70 سنة. هذا حلو إن أعرف. however في عزاوية ثانية إجوا عمال مصانع ومشاغل، وكثير منهم ما كان دارس، كثير منهم مش مثقف. فأنت بتحكي على تواجد جيل جيلين 30 40 50 سنة حياتهم كلها إما بالمصانع أو بالمشاغل، وما في ثقافة وما في علم، ما في تابع ولا سياسي ولا فكر ولا إلى آخره. ماشي؟ نعم. فهذا صبغ إنه مناطقهم فقيرة تعبانة، مش بمناطق التأثير ولا دفع الضرائب العالية وإلى آخره. وفي جزء ثاني معهم دخل بعديهم بسنوات بريطانيا وفرنسا، كان يروحوا لأجل يكتسب بس يعيش بالحد الأدنى، رايح مش بنية الإقامة، وهو بالنسبة له بلاد إسلام وبلاد كفر وما بدي أضلني، بس بيشتغل ببعث فلوس وعايش في المصنع. هذولا كلهم كان تأثيرهم ضعيف جدا 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 على المجتمع، وكله كان بوضع سلبي، بيكسب فلوسه ببعث لكن عايش بفئة لغته الإنجليزية ما عم تتحسن. أنا قابلت ناس لهم 60 سنة في بريطانيا لغته الإنجليزية أضعف من لغة واحد بالصف السابع أو العاشر في الحكومة في الأردن. 60 سنة ما بتفاعل مع المجتمع، هو بس بيشتغل وبيبعت فلوس وقاعد عم يستنى الموت. طيب هذا ليش لازم أعرفه؟ لأنه له علاقة بتشكيلة اجتماعية ضخمة جدا وبمشاكل خاصة في بريطانيا، فبالتالي تجمعات عندها مشاكلها الخاصة وعندها الدرجز وعندها المش عارف الفقر. الجيل الثالث أو الرابع أو الخامس حسب ما نحكي، صوماليين مقابل يمنيين مقابل باكستانيين أو هنود، ماشي، في كل مجموعة لها خصوصيتها. هذا بيش عم بحكي بريطانيا وفرنسا كأبرز في أوروبا. نترككم نيجي لشمال أمريكا. في فرق حلو الناس تعرفه بين أمريكا بالعموم وبين كندا بالعموم. أمريكا قوة الوجود الإسلامي كان عبر الطلاب. إجت فترة بالسبعينات وتخصيصا الطلاب الفلسطينيين، تعرف قضية فلسطينية، مطرودين من بلادهم، مشردين، والشعب الفلسطيني بشكل خاص شعب نهم للعلم وللقراءة وللشهادة، إشي بدمه يعني موجود. فبالتالي عددهم اللي إجوا على أمريكا ضخم جدا، فدخلوا كطلاب وعندهم قضية، ويشابههم الليبيين ويشابههم السوريين ويشابههم، فتلقيت تجمعات راحوا كتير منهم يدرسوا ثم استقروا وكلهم معهم شهادات لأنه علموا فكر. لذلك مثلا الحركة السياسية الإسلامية كير على سبيل المثال في أمريكا one of the top على مستوى العالم. ليش؟ لأنه أصول تواجد المسلمين وجد بطلاب شهادات فكر إعلام سياسة. لذلك ظاهرة كير في أمريكا مش موجودة في أوروبا كلها نهائيا. ليش؟ طلاب لأنهم أصولهم وقادرين ماليا وإعلاميا ولغة. مثلا نيجي لكندا. كندا فيها الآن خصوصية، هون الموضوع يعني. تمام. كندا بدي أحكي كندا تاريخيا إذا ترجع 40 سنة ولا وراء ما حدش كان أصلا عفوا يعبر يفكر يجي عليها. ليش؟ أمريكا ولا كندا؟ مين المجنون اللي بفكر بمتر ونص ثلج يعيش فيها 6 أشهر 7 أشهر وعنده أمريكا؟ حلم الأمريكي ما كان مطروح إلا ندرة. 40-45 سنة بتعدهم على صابع فكرة لأسباب عديدة. ابتدأ الآن قبل حوالي مثلا 30 سنة مور أور لس، بكون غلطان أنا بكم من سنة، صارت تيجي كندا تشجع الناس تيجي، انتبهوا إنه مش كندا كلها تلج وفيها مناطق وفيها 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 فرص. مين كان يجي؟ كان يجي الناس عفوا مرتاحين ماديا، المكتفيين اللي جاي بده يكمل حياته، بده جواز سفر وجاي أصلا بفلوسه، يا إما ينفق مدخراته لنهاية حياته لأنه أصلا مكن نفسه في بلده أو في الخليج وعنده فلوس جاي يفتح بزنس أو جاي يفتح المهارة دخل عليها وإلى آخره. فهدول فئة موجودة في كندا، لذلك رح تجد الأقدم في كندا من الناس غالبا عندهم مهارة أو عندهم شهادات ومرتاحين ماديا وعندهم بيوتهم وعندهم كذا. هل هاي المعادلة تغيرت من أيام الربيع العربي؟ طبعا مش بشر الربيع العربي، من أيام الحرب البوسنية كمان تغيرت لأنه في بوسنيين كثير، لأنه نتيجة الصرب والقتل للبوسنيين تغيرت شوي أيام مشكلة العراق والكويت والدخول الأمريكي على الخط، عراقيين لاجئين بالعشرات وبالآلاف مسلمين ومسيحيين. لكن الأبرز التغيير اللي صار لما صار ما يسمى بالربيع العربي، وصارت مشكلة ما حصل وتخصيصا سوريا. تمام. لأنه هي أبرز وجود جديد الآن على المستوى العربي المسلم في كندا هم المصريون والسوريون، عم بحكي لك عشرات آلاف الآن. فصار في تغيير ديموغرافي إله أبعاد جديدة.
اللي أقدم كان عندهم مشاكلهم الخاصة، اللي هم جايين ومرتاحين واستابلش زي ما بيقولوا، ما عندهم مشكلة اقتصادية ولا مالية، وأصلا جايين لأجل الراحة وتخصيص مشان دراسة أولادهم ويكملوا بيزنس وإلى آخره. اللي إجوا من بعد الربيع العربي في لهم خصوصيات، كثير منهم لاجئين إما سياسيين وأمنيين مطلوبين في بلادهم، مضطهدين نتيجة قمع بالدولة سين والدولة صاد، أو لاجئين إنسانيين بمعنى جايين بوضع تعبان جدا جدا جدا، وبتعرف في المشاكل الإنسانية، واللي جاي نص عيلته مقتول، واللي جاي بصدمات ما بعد الحرب، واللي كذا، فتشكلت مشاكل خاصة عن أسرية. نعم. هذا جبت لك هذا السياق. تمام. إنه اللي جاي وأصلا محبوس مسجون مضطهد معذب هربان وكذا إلى آخره، بده يجي بمشاكل. صحيح. مشاكل إيش؟ نفسية وأسرية وزوجية. تمام. فطبعا عم بحكي بالعموم، العموم الآن بدخل بالتفاصيل بدي ساعات. هلا هذا شكل، وأنا المنطقة اللي أنا فيها هنا أكبر التجمعات العربية في المنطقة اللي أنا فيها هما المصريون فالسوريون فالفلسطينيون، فالباقي يعني قطاع صغير، لكن هذول الأبرز في المناطق. نعم. تقريبا. طيب السؤال الأخير الآن، هل ممكن يعني نصنف أهم المشكلات العائلية والتربوية لدى هؤلاء؟ الآن طبعا هو أهم المشكلة عندي هي بقضية التواصل ما بين الآباء والأمهات مع أولادهم بعد ما يوصلوا أن أولادهم بدخلوا في المجتمع الكندي وبالببليك سكول تخصيصا، فبيصير فيه سميها جاب، سميها فجوة، سميها انقطاع، سميها عدم تواصل. فالأب والأم بيكونوا جايين مثلا من الأرياف في البلد الفلانية، بالكاد بالكاد بفهموا جملة إنجليزي، وبينهم بطل يحكي عربي 3 سنين، فما في تواصل ولا تفاهم، عالمين مختلفين، فبتصير مشاكل تربوية في التواصل، والابن يمكن حتى يشوف نفسه أنه صار يفهم أكثر من أهله، فما عاد يعجبوه يعني. طبعا ناهيك عن مشكلة الانفلات ومشكلة العلاقة بالجنس الآخر، مشكلة المخدرات، مشكلة الكذا، هذا عالم اللي كان داير باله من البداية، دار باله على الكوميونيتي ودخل على موضوع مسجد وكوميونيتي مسلم ودار باله، واللي اجوا من باب انه كندا حلو ومخلص نحل لك مشاكلنا ويلا كل اشي حلو وكذا، وما انتبه لهذا الموضوع لسبب ما، وخلى ابنه يدخل في السيستم الببليك سكول وما حط بباله أولوية انه المشاريع بتعطيهم الحكومة استثمرهم في ابني في مدرسة إسلامية وديه على المسجد الى اخره، الاغلب منهم ضاع اولادهم. هذا تصنيف اللي هو التربوي له علاقة. تصنيف الثاني اللي صدق أو لا تصدق نسبته أعلى، مشاكل الزوجية، خلافات الزوجية أكثر من التربوية، اللي على الأقل بتجيني أنا. نعم. أعلى إشي صعب تتخيل. نحن نعمل إن شاء الله الحلقة الجاية حنحكي فيها عن الحلول باختصار، يعني شو ممكن، شو أهم المشاكل، شو أبرز المشاكل. أبرز المشاكل إلها علاقة طبعا، واحدة منها بعض المناطق، خلينا نحكي لأسباب عديدة ثقافية، مناطق بعض الأرياف عندهم العنف الأسري المادي من الزوج للزوجة، مد اليد والضرب أصلاً جزء من ثقافة المجتمع في بلادهم أصلاً. فشو اللي بيصير؟ هذه إحدى الكوارث. بيجي هون بتكون الزوجة للأسف الكلتشر معودها إنه عفواً يعني بتنضربي بضلك ساكتة، وجزء من الكلتشر لما يعصب بضرب بسب بشتم كذا الى اخره. طيب هي ساكته خلص الكل هيك، عمتها وخالتها وكذا، اجت على كندا. القوانين الكنديه تعتبر من ابرز، لم تكن ابرز منظومه قوانين تدافع عن حقوق المراه، فهي ما بتلحق تقعد وتسمع. وهي مظلومه، مظلوم شديد، حتى شرعيا بالنسبه لنا مظلومه، طبعا مظلومه شرعا وعقلا وعرفا ونقلا بكل المعايير مظلومه، لكن ساكته ثقافيا. صحيح. مش اسلاميا ساكته، المجتمع مسكتها للاسف. بتيجي لما تطلع على هذه الحقوق وتسمعها، ففجأة بتحس انه جاء دوري بايش؟ اخذ حقي. نعم. هلا في جزء منهم بس بياخذوا حقهم وبسرعة بنفصلوا، عدد حالات الطلاق صعب تتخيله. الكارثة وين؟ في بعضهم ما بوصلوا عند مرحلة الانفصال ترتاح، مرحلة الانتقام. للأسف. نعم. طبعا والانتقام كل الوسائل جاهزة للانتقام، الشرطة معها، القانون معها، المحامين تبع الدولة معها، المجتمع معها، الإعلام معها، والآدة معها. هي مظلومة، ما بقول مظلومة، لكن بنسوا انه في اولاد راح ينرموا في الشارع. نعم. بنسوا. فهي الان هو ظلمها. فالاصل انه اوكي لك الحق انك تعملي معاه شيء، بس هل ضامنه ما يتاثر اولادك؟ غالبا الاولاد راح يروحوا، راح يتاخذهم الدوله او يروحوا اللي بتنصر واللي بالحد واللي بروح مخدرات والى اخره. فهي بتستخدم هاي القوانين. طبعا مع في شيء ظاهره انا شهدت كثير منها، ظاهره مجتمع المطلقات. يعني هنا في كندا انت طبعا بعمم،
بس في ظاهرة إنه يندر لأنه الجو كتير بيساعد على إنه الزوج تطلب الطلاق وكل القوانين معها، فكثر عدد المطلقة. في تجمع لبعض المطلقات، وما بعمم من خبرة مئات الحالات إجوني، أول ما يقعد يقول لي طب شو مشكلتكم، والله يقول لنا كذا عندنا شوية خلافات لما جلست مع جارتنا فلان وجارته لأنه مطلقين أقنعوها بأنها لازم تطلقني. بمعنى أثر بعض من تطلب الطلاق تستقوي، بتصير تحس عليها دور شرعي أمام الله لازم تقنع كل متزوجتهم يتطلقوا. خربت بيوت. خربت بيوت. نعم. هاي الظاهرة كثير عم تكرر عندنا. ما بقول هي مش مظلومة هذيك كذا، بس هاي ظاهرة. هلا هاي ظاهرة خليني أسميها لها علاقة باللاجئين أكثر، ولها علاقة بمناطق الأرياف أكثر. في ظاهرة ثانية هدول الأبرز عم بحكي لك. تمام. ظاهرة تصدق أو لا تصدق، ظاهرة أهل الخليج. نعم. طبعا هنا ما بخصص مجتمع لأنه تنطبق على المصريين وعلى السوريين وعلى الفلسطينيين وعلى الأردنيين. تمام. اللي هو كانوا عايشين في الخليج ومرتاحين، وغالبا وضعهم المادي فوق المتوسط أو فوق الريح. تمام. شهادات وفلوس وسيارات وشغالات وخدمات وإلى آخره. طبعا كثير منهم نتيجة الوضع الأمني في بلادهم أو كركبة الجواز السفر، كيف أهل غزة، أهل غزة فيش عندهم جواز سفر، فيش عندهم رقم يعني عضوهم، أو نعم. زي الأخوة في سوريا الآن، أوكي هو طبيب مستشار في جامعة كذا في مستشفى كذا وبيأخذ 15,000 دولار و20,000 دولار، أوكي لكن جوازه ما إله قيمة. نعم. كثير منهم هدول يجوا هنا طبعا تحسين حياة دراسة أولادهم أو إلى آخره، بس وضعهم مادي منيح أصلا. تمام. فهدول بقعوا بواحدة من ورطتين، بالذات اللي معهم شهادات عليا والبرستيجهم عالي، بكل متوقع الناس ما بتعرف قديش كندا غالية بالمصاريف، بقول بكل معاه تحويشت 200,000 مثلا، بقول لك 200,000 بتكفيني 5-6-7 سنين لأدور على شغل وأسوي وأمن حالي وأعمل وإلى آخره، بتفاجأ 100,000 بتطير بسنة ونص وأنت عم تطلع عليها هيك. طيب ما لقى شغل، الناس بتنصدم صدمة ثانية، هاي طلعت عليها بالهارد واي اللي اكتشفتها واستوعبتها، في لوبيات خطيرة جوا كندا في النقابات. يعني مثلا جستن ترودو على سبيل المثال بشجع وحكومته تشجع كلنا نجيب مهاجرين، بجيبوا مهاجرين، بقول لك تعال ادخل من الاجتماع الدولي تبع كندا، النقابات اقوى من الحكومه. نقابات تحط لك انت طبيب مثلا استشاري في جامعه مستشفى الملك عبد العزيز تحت ايدك 400 طبيب، تستاهل، انت فل بروفيسور في الطب، انت بنيت حياتك لك 35 سنه بتتعب. طيب اجيت هنا السيستم الكندي بيطلب منك عشان تاخذ ترخيص تمارس طب في كندا تتدرب، قد تتدرب عند واحد من تلاميذك، انت تخيل كسرة النفس، انت استشاري تحت ايدك 400 مختص بدولة خليجية بيجوا بيلزموك بيكسروا نفسك. فكثير من الاطباء متحملش، بقول لك ما بقبل انا، كيف بدك، ومش شهر وشهرين وثلاثة وخمسة سنتين وثلاثة، يعني اذلال بس بطريقة قانونية. فشو بيصير عندهم ردة فعل هدول؟ برفضوا. اللي برفض شو بيعمل؟ ما في عنده اي طريقة، بتحول لأوبر على سبيل المثال، او بيصير وصل، تخيل انت طبيب استشاري بصير يوصل طلبات، مع احترام كل الشغل بس يعني وضعه مش هون، مش مكانه، له 35 سنه متخصص في علم جراحه الدماغ والاعصاب والنسائيه والتوليد لعمليات الخطره وافطار الخلاج، بصير يشتغل على اوبر الان. شو بصير عنده؟ بتكركب نفسيا، بطيقش حاله، بيعصب 24 ساعه دائما، هوش في البيت مرته ما بتطيقه، بصير يفكروا بالطلاق والبيت بخرب. هذا كحاله. او بصير عنده كسل واحباط، بقعد بعيش على المعونات والبيت نفسيا بتدمر، الزوجة بتصير تضطر تشتغل لأنه صار عنده إحباط مثلا على سبيل المثال، وبصير المشاكل إنه هي بدها تحمل البيت وهي بدها كذا للأخير، وبصير عنده مشاكل كبيرة جدا. هذا أو بصير هنا، هاي اللي بختم فيها هنا الأكبر ظاهرة، هذا جزء من ظاهرة بسميهم أهل الخليج. تمام. اللي هم فلسطينيين أردنيين سوريين لبنانيين كذا، بس كانوا عايشين بالخليج ما يجوش دايركت من أولادهم، يعني متعودين على نمط راحة. وهنا تأتي المشكلة. وين المشكلة؟ متعود على ليفل مصروفاتهم 3 سيارات في البيت، فيلا على البحيرة وكان ممتاز، شاف الفلوس عم تخلص ومش ورافض مبدأ يروح على مطعم ولا يشتغل بأوبر. طب شو الحل؟ برجع على شغله في الخليج، مضمون ومأمن لأنه هو سمعته كبيرة جدا، بتليفون برجع على شغله. هون نبتدأ ببداية الكارثة الجديدة، برجع مثلا على الكويت أو على الإمارات، وغالبا هم سعودية وإمارات، غالبا برجع على شغله ممتاز والفلوس ترجع 15-20 ألف ببعث. فشو اللي بيصير؟ بس عشان نوضح، هو هناك وأهله هنا، أهله هون وهو هناك، فبيجيب فلوس هنا. اللي ما بيعرف المجتمع الكندي، احنا كل شيء بنسويه بانفسنا، فبالتالي لما يغيب المراه بدها تشتغل اوبر 24 ساعه، فبتيجي تشتغل شغاله وطباخه وغساله واوبر، بمعنى بدها تخدم الاولاد. ها
هذا عنده تدريب، هذا عنده مدرسة، هذا عنده حصة خاصة، فشغال 24 ساعة. بس مش قصدك أوبر إنه هي سائقة تاكسي؟ لا مش قصدك توصل أولادها يعني. أوبر يعني بمعنى كأنها أوبر لأولادها، يعني بترتاحش في البيت. تمام. فبتشتغل طول الوقت، فما تقدر تهتم بتربية أولادها لأنه زوجها غايب. معناتها ما في توزيع حمل التوصيل والشراء والكذا، وهذا مكلف جدا وهذا متعب. فالسواقه بتاخذ نص ساعه وساعه لكل اصغر مشوار. فشو بيصير عواقع؟ هو بروح بيشتغل، بكون عم بتعب الله يعطيه العافيه، ببعت فلوس، والزوجه بتتعب كثير وبتشتغل مشان تخدم الاولاد. وين راحوا الاولاد؟ عايشين لحالهم، ما في اب، في فلوس وفي سيارات وفي خدمه وفي متعه وفي حدائق وفي، ما في لا اب ولا ام، مش ما في اب حتى ام. فكاكي بتلحق مسكينه، ما بتلحق. شو اللي بيصير؟ مضغوطة 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 مضغوطة. أنا بحكيك على عشرات الحالات اللي بيجيني الشكوى، أنا هذا مش من راسي. تكون مضغوطة ومتضايقة وكذا، اضغط ما اضغط، بنفس الوقت مش قادرين يتخلوا عن ليفل المستوى المعيشي. وأثناء هذا الحكي الأولاد عم بيروحوا، أولاد صارت منتاليتي كندي بابليك سكول، عاش وتعود. وين الكوارث بتصير؟ هذا بيكون عم بيشتغل بيجي مرة بالسنة مثلا أو مرتين بالسنة، هو متعود على ستايل أوف لايف، فرق ساعات الكذا، بيكون معه إجازة أسبوع 10 أيام، بيجي ثلاث أيام الجيت لاج هذا اللي يتغير عنده بيبلش فجأة، هم تعودوا على سيستم بدونه، حياتهم صارت قائمة، بيطلعوا مستأذنوش. أول ما يجي وين رايح يا ولد، وين كان يا زلمة، إحنا ما حدش بيسألنا شو القصة، بيصيروا يستثقلوا من جيته، بتدخل بالبنت ليش لابسة ليش طالعة ليش إيه، طبعا ما هي تعودت تطلع مع الشباب عادي. بلش بابا النكد، بابا الكذا، هو مصدر الدخل صح، بس إيش عم نكد عيشتنا لما يجي، فهو بيشعر بالغربة، هم بيشعروا بالنكد منه، هو بشعر بانه مش محترمينه، بصير عمليه الانفصال، والزوجة ضايعه بالنص، وفي نفس الوقت زوجها مش معها، مش ماخذ الدعم النفسي والعاطفي والحاجات الانسانيه البشريه، في شغاله 24 ساعه بس ببعث لها فلوس، فبيصير فكره ايش بالطلاق. واذا بتتفاجئ انه لانه هو مش قادر يعيش لحاله تزوج واحده ثانيه هناك، قرار الطلاق بيكون خلال 5 دقائق. فهو دمار بدمار 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 للاسف. بدي اقول لك عشرات الحالات هي ظاهره. نعم. فأنا بتيجي هلا أختم لك هاي النقطة. طيب. واحدة من الشغلات اللي صرت آخر الوقت أكررها كتير لما أحكيها مع الناس، أقول لهم وبتألم، أقول لهم معظم الحالات بتيجيني متزوجين لهم بين 12-17 سنة، يعني ما بيجيني عرسان جداد، ولا بيجيني ناس ما عندهمش ولا ولد، وبتيجيني حالات 29-28 سنة متزوجين، بس غالبهم بين 12-17 الغالبية، فأفرج 15 سنة زواج. نعم. بيجوني. واثنين، وهي النكتة بحكيها نكتة وأنا متألم، يعني إنه غالبهم بيجوني بكانسر ستيج 4. يعني لما يوصلوا عندي كانسر ستيج، شو أقصد فيه؟ ستيج 4 بالسرطان، شو هو؟ الأخير، المرحلة الأخيرة اللي بعديها خلاص، يعني ما في علاج. فكتير من الحالات بتوصلني، سواء من الأسرية الخلافات الكذا، بوصلوا لعندي لسبب ما، لما أحلل الحالة وأسأل وأوصل لمرحلة بيكون كسر العظم صاير من زمان زمان، بيكون ماخذ قرارات كثيرة، ضارب وشاتم ومكسر، وهي ماخذ قرار ورافع عليه قضية وجابيت له الشرطة أوريدي، وهينيته أمام الجيران، هو هاينها أمام أهلها، وعاملين عاملين، بعدين بيجوا عندي. يعني. بشفق، وفي نفس الوقت بتمنى إنه بقول لهم يا جماعة طب بس على الأقل قبل سنة. أوكي أنا بعطي حلول، بس أنا بكون شايف بعيني في إشي مسميه كسر عظم. يعني جتني كتير حالات مثلا هي نتيجة تشجيع الجو في كندا على موضوع الاتصال بالشرطة على أقل شغلة، وبعدها مش هي تتصل الجيران، تعرف إحنا الكلتشر العربي صاخبين. نعم. فأي زوج عادي لما يعصب علي صوته، الجارة الكندية سمعت علي صوت 911، تيجي الشرطة، هو بيكون معصب وهي راح تسامحه بعد شوي، دخلت الشرطة على الخط. مثال بسيط جدا، في إشي في تبليغ دنيا عالم، بتكون بكيانة مثلا، طبعا احنا بكلتشرنا العربي عادي، هو بزعله وهي بتزعله وعادي بتروح، او دخلت الشرطه على الخط، فك حالك منها. واذا كانت شوي زعلانه وقالت اول امبارح دفشني، ثكلته امه وام امه وام اللي جابت امه وابوه الى الجد الخامس، بالمعنى الحقيقي راح يدخل بمحاكم، فجاه بلاقي حاله كل قوانين كندا ضده نتيجه كلمه منها. بعض المرات بتكون عاطفيا هي مظلومه، بس بتجتهد اجتهاد خاطئ، بتحكي مع الشرطة. الشرطة إذا دخلت على الخط، ما في إشي اسمه غلطوا مرة ويسامحوا بعض، مفهوم الأسرة اللي احنا بنفهمه البنات ما بفهموه، هم الأصل إنك أنت مجرم. طب بهيك حالة شو اللي بيصير؟ بتحط عليه قيود شرطة وبتبهدل وبروح على المحكمة بدون عالم، فبشحر بوصل مرحلة الحقد، مش الضيق، الحقد. فتخيل بهيك حالات مرات بيجوني لعندي
اوريدي مرفوعه قضايا وشرطه بيناتهم بيجوا كذا. فانا بتالم بقول يا ربي، صرت اتمنى لو في عندنا عشرات المراكز اللي تساعد هذول الناس قبل ما يوصلوا هالمرحله. لكن بقول تسعى الخرق على الواقع. تخيل انا حولي في المنطقه اللي انا فيها، اقصد فيها الجي تي اي، ميسيساغا واوكفيل وميلتون وبرلينغتون كذا، الا بتخني الذاكره اخر احصائيه سمعتها حوالي 280 الف مسلم. العرب منهم حوالي 160 الف. نعم. فانت تخيل حجم الحاجه بناء على اللي وصفت لك اياه، حجم الحاجه لحل المشاكل. الله المستعان. مجتمع ضخم وزي ما قلت متنوع، وكل نعم. جزء منه له مشكله. طيب الله يجزيكم الخير، احنا حنعمل حلقه ان شاء الله اخرى ونلخص فيها الحلول كما تفضلت، ونحاول بقى يعني كل مشكله نحاول نضع لها اطار عام للحل يعني، ولكن هذا لا يعني انه الاستماع لهذه الحلقه فقط سيحل المشاكل. وزي ما تفضلت، اي واحد شايف انه عنده مشكله يعني يتجه للحل قبل ان تتضخم وتتراكم فيها جدا يصل الحقد يعني لا سمح الله وكسر العظم يعني. وما احد يستحي من انه يروح لاستشاري اسري أو أو أو, او 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 شيخ عالم دين فاهم بالمشاكل الاسريه الى حد ما، يكون عنده خبره، لانه دائما اذا بتلحق اي مشكله في بداياتها ما في زوجين ما في بيناتهم خلافات اي شيء. مش ضروري يطلع برا، بس اذا اضطروا بس برجوهم في البدايات يستشيروا. جميل جدا. نعم. الله يجزيكم الخير، والى اللقاء ان شاء الله في الحلقه المقبله. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك. الله يكرمك يا رب.